هنا سؤال من الاختصار تقول: ما حكم مواقع الزواج وما حكم تعارف الشباب أو تعارف الشاب والفتاة بدون علم الأهل إذا كان الهدف هو الزواج؟ لا يجوز هذا أبدا ولو كان الهدف هو الزواج. الهدف هو الزواج. أنا الحمد لله نحن الآن آباؤنا وأمهاتنا وأخواتنا وما يتعلق بذلك في قبل هذا الانفتاح الذي عندنا الآن مع الأسف الشديد، يعني كانت زواجات مباركة وموفقة. ولو أردنا أن نقارن الآن بين الزواجات الحالية الآن وبين زواجات آباءنا وأمهاتنا وجداتنا وكذا، نجد فرقا كبير من حيث التمسك ومن حيث الالتزام ومن حيث السعادة ومن حيث حسن العشرة. أما الآن فعلى كل حال الله سبحانه وتعالى أعطانا ولا حول ولا قوة إلا بالله من العقوبات ما نرى كثرة الطلاق الآن. لو أردنا أن نوازن بين الطلاق الحالي الآن وبين ما كان قبل 50 60 70 سنة لوجدنا فرق كبير، ولعل هذا من العقوبة التي الله سبحانه وتعالى يغار على حدوده. فعلينا أن نتق الله وعلينا أن نبتعد، والقول بأنها لا بد أنها تختلط بشباب حتى تختار منهم واحد تتزوجه هذا غلط. هذا بل على كل حال الاختيار يكون عن طريق البعث والتحري، وإن شاء الله وراء ذلك الخير. أما الاختلاط الذي قد يكون نتائجه السوء واختراق الأخلاق ونحو ذلك، فهذا والعياذ بالله من الأمور الحرية بالعقوبات العاجلة والآجلة. الله المستعان.